السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة جديدة عبارة عن ميني تارتوليت بلا كريم باتيسير ولي فروي، بعجينة رائعة جدا ما كنحتاجوش فيها القوالب الخاصة بلي تارتوليت، بلا زبدة وبيضة وحدة كتخرج لينا كمية وفيرة وكتجي خفيفة ولذيذة بزاف وسهلة في طريقة التحضير، ما كتاخدش بزاف الوقت. تاكلوا مباشرة، نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال العجين. بالنسبة للعجين ديال لي تارتوليت غادي نحتاجو بيضة، نضيفو عليها 70 غرام ديال السكر سنيدة أو السكر خشن، 60 مليلتر ديال الزيت، ونخلطوهم مع بعض. نضيفو عليهم نص معلقة صغيرة من خميرة الحلوى، ما يعادل ديال 3 حتى 4 غرام، وغادي نحتاجو 220 غرام ديال الدقيق. نبداو نضيفو فيه بشوية بشوية حتى يجمع لينا العجين. اون فوا كتجمع لينا العجينة وكتولي على هاد الشكل، دابا غادي ندلكوها مزيان على طاولة العمل، كنرشو القليل من الدقيق وندلكوها مزيان حتى نحصلو على عجينة تكون رطبة ومتماسكة. بمجرد ما كنحصلو على عجينة رطبة ومتماسكة وتكون ما كتلصقش في اليد، فهكذا كتكون العجينة ديالنا وجدات. دابا غادي ندوزو باش نطلقوها بالمدلك، نرشو القليل من الدقيق، نطلقو العجين بالمدلك حتى نحصلو على عجينة رقيقة يكون السمك ديالها حوالي 3 مليمتر. هذا هو السمك ديال العجين اللي خصنا نحصلو عليه يكون رقيق على هذا الشكل. غادي ناخذ قطعه فيها 7 سنتيمات ونبدا نقطع في العجين. وباش نشكلو لي ميني تارتوليت غادي نحتاجو لهاد الكويرتات صغار، لكل وحده غادي نحتاجو جوج حتى ثلاثة الكويرتات. من بعد كنهزو العجين ونشكلو على هاد الشكل. كنشكلو على هاد الشكل ونوضعوها. ناخدو عجين اخر ونشكلوه بنفس الطريقة. من بعد ما شكلت لي طارتوليت كاملين غادي نجمع هاد العجين المتبقي ونعاود نشكلوه بنفس الطريقة. بالنسبة لهاد ميني تارتوليت اللي ديجا وجدت غنديرهم في الطاوة اللي سبق لي وفرشتها بورق الطهي. وكيف ما كتشاهدو راه ندخلوهم بلي بابيي اللي لتحت، ما نحيدوهمش دابا حتى يخرجوا. ودابا غندخل الطاوة ديالي للفرن اللي سبق لي وسخنتو على درجة حرارة 180، غادي نشعل عليهم من التحت ومن الفوق، غياخدو من 15 حتى 17 دقيقة باش يطيبو، ومن بعد نرجعو نتلاقاو. مني كيطيبو لي ميني تارتوليت كنبدا نحيد منهم كاغيط على هاد الشكل، كيتحيد بسهولة تامة، كيجيو على هاد الشكل، ونحطو على جنب ونخليه حتى نستعملو مرة أخرى.
بالنسبه لي ميني تارتلات غادي نعمرهم بلا كريم باتيسير ولا فروي. بالنسبه لا كريم باتيسير ممكن نستعملوا اللي كتباع جاهزه في المحلات ولا نصاوبوها في الدار. بالنسبه لا كريم باتيسير راه صنع منزلي، غنخلي لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. نبداو نعمرهم على هذه الكيفيه. بالنسبه للفواكه غتستعملوا اللي متوفر عندكم. انا غنستعمل فريز وكيوي وميرتيل. هذا الفريز وهذا هو الشكل النهائي ديال التارتلات، كيجيو زوينين بزاف ولذاذ جدا جدا. وبالنسبه لا كريم باتيسير كتجي خفيفه ولذيذه كيف ما سبق لي وقلت لكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ان شاء الله تجربوهم وغادي يعجبوكم بزاف، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله ديالكم. واذا كنتو اول مره كتزوروا القناه كندعوكم للاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وشكرا للمتابعة، وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله.